تتوهج تعز ويشرق فبراير بذكره الثامنة هنا، حيث الاحتفالات الكرنفالية وسط شارع جمال، إذ يحتشد الآلاف من المواطنين احتفاء بذكرى الثورة الشبابية السلمية وتخليدا لشهدائها الكرام. تعز اليوم تشهد احتفالا ضخما، احتفالا جماهيريا حاشدا، خرجت عن بكرة أبيها لتحتفي بالذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير لتؤكد استمرارها على نهج الثورة وتمسكها بأهدافها ومبادئها. خرجوا اليوم أبناء تعز وحضروا عرضا كرنفاليا وحضرته حشود غفيرة للاحتفال بهذه الذكرى المباركة والتي ينادون باستمرارها حتى يتم تحرير كافة مطالبها. 8 سنوات مضت ولا يزال أبناء المحافظة يعيشون مراحل النضال والمضي نحو بناء اليمن الاتحادي. على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها المحافظة في ظل الحرب، إلا أنها تواصل الاحتفالات بفعالية متعددة يؤكدون من خلالها الاستمرارية في تحقيق أهداف ثورة فبراير. هذه الذكرى التي تذكرنا بالبطولات التي خاضها الشباب، تذكرنا بالدماء التي سالت من أجل أن يخرجونا من الظلم إلى العدل، ومن الظلام إلى النور، ومن الاستبداد إلى الحرية. وها نحن اليوم نخرج وفاء لهذه الدماء الحرة. هذه الثورة المباركة الحضارية السلمية في الوسيلة والمنهج وفي الأهداف حققت الكثير من الأهداف، وما زالت بقية الأهداف ستتحقق إن شاء الله. يكفي أنها حققت الهدف الأول والأكبر، وهو خلع نظام جثم على صدور هذه الأمة اليمنية 33 عام أورثها الفقر والجهل والمرض والاستبداد والقهر والطغيان. تستمر تعز في مواجهة مشروع الانقلاب، ولم يمنعها ذلك من الاحتفال في فبراير والذي تعتبره امتدادا لثورات التغيير العظيمة، حيث يواصل أبناؤها طريق النضال الوطني منذ أكتوبر وسبتمبر ومرورا بفبراير، مسجلين أسماءهم في صفحات التاريخ المشرقة. لا تموت روح الثورة طالما فيها روح شباب متوقد بهذه الطاقات، وإن تبدلت أدواته النضالية واختلفت الأساليب، إلا أن الهدف يظل واحدا، الانتصار للجمهورية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.